السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مخاصكم حتى خير، رمضان مبارك. باش ما تمنيتو بصحه والسلامه ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا كدوزوا مزيان ومستفيدين منه اليوم ان شاء الله. واحد فيديو جديد، فيديو خفيف ظريف ديال واحد الاقتراح ديال واحد الشوربه. هاد لا سوب هادي كتسمى ان سوب اونتي انفلاماتوار، يعني شوربه مضاده للالتهاب. مزيانه بزاف للناس اللي عندهم مثلا غده درقيه خامله، غده درقيه نشطه. حيدوا القرعه، قرعه حمراء ما ديروهاش حيت فيها البوتاسيوم. دونك كيف ما كتشوفوا فيها القرعه حمراء، فيها الثومه، فيها تقريبا واحد جوج ثومات، تقدروا ديروا غير ثومه واحده. فيها شويه ديال سكينجبير طري، فيها هذاك الخرقوم طري، تقدروا ديروا خرقوم بودغ. فيها بورو، نورمالمون خصني ندير البطاطا حلوه ولكن ما عندي، درت البطاطا عاديه. وفيها زيت ديال الكوكو. الا عندكم بطاطا حلوه احسن، نورمالمون خصها تدير بالبطاطا حلوه، حيت البطاطا حلوه حتى هي مزيانه للناس اللي عندهم التهابات، وهاد لاصوب مزيانه للناس اللي عندهم امراض مناعيه. دونك هنايا قطعت كلشي، غادي نزيد عليها الماء، و غادي نزيد عليها واحد تقريبا معلقه كيف ما كتشوفوا، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو. ويل دو كوكو يكون شي ماركه مزيانه، تكون نوعيه مزيانه، ما تكونش مخلطه. اتونسيون، ما عندكم زيت الكوكو تقدروا ديروا زيت الزيتون معصور على البارد. المهم شي زيت الزيتون تكون شي حاجه مزيانه، ولكن تقدروا داك زيت العود الا كنتو غتزيدوه زيدوه حتى الاخر، يعني صافي حتى طيب. وصافي غادي نزيد عليها الماء وغادي نخليها طيب. كيف ما قلت لكم اللي عندهم غده نشطه ما يديروش القرعه حمراء، يديروا شي حاجه اخرى. من افضل كاع ديروا الملفوف، هذاك الملفوف بلاص القرعه حمراء ديروا ملفوف احسن. من بعد الشقره وغادي نشرح علاش مزيان. دونك ملي طابت طحنتها، زدت عليها شويه الملحه وشويه البزار. علاش؟ باش نخرج المنافع ديال الخرقوم، نخرج الكركمين. وها نتوما كتشوفوا مليح، صافي طابت، درتها في الزلافه هذه. من الافضل في رمضان انكم تميزيو على شنو تاكلوا. هي سي با فاسي، سورتو الا كان عندكم كل واحد كيتشهدكم في الدار، و كنتي انت من انت اللي كطيبي، وهذا سي با فاسي. ولكن حاولوا ما امكن تستفدوا من الصيام، و يعني تدخلوا الحوايج اللي الا كان عندكم شي التهاب يهبط، الا كان شي اي مشكل زعما ينقص في رمضان. هذا الشيء ما كاين، هذه هي الشوربه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. شكرا على المتابعه ديالكم، والسلام عليكم.